مساءً شباب وبنات، اليوم إن شاء الله راح يكون حديثنا عن سنة أولى طب. قبل أن نتحدث عن سنة أولى طب، إنه لازم نفهم نقطة. لما كنا إحنا بالإعدادية مثلاً بالسادس علمي، كل العراق يعتمد نفس المنهج، أوكي، ونفس المادة، وراح يمتحنون بها بالنهاية نفس الامتحان. بالجامعات هذا الشيء ما راح يبقى، هيتغير. شلون يعني راح يتغير؟ يعني مثلا أنا عندي بالسنة أولى طب، أو بشكل عام بالطب كمنهج الطب، البصرة غير، جامعة البصرة غير، جامعة الموصل غير، جامعة تكريت غير، جامعة الكوفة غير، جامعة بغداد غير. كل جامعة إلها السيستم الخاص بها. أوكي، هي أكو أشياء تبقى ثابتة بكل الجامعات وحسب طبعا نظامها. مثلا طب الكندي بغداد تعتمد نفس النظام الموجود بالكوفة، اكو جامعات بالبصرة ايضا تعتمد نفس النظام الموجود بالكوفة. اوكي، هو يبقى المنهج تقريبا نفسه، بس اكو تغيرات. مثلا انه المحاضرة بالنهاية، مثلا بالميديكال فيزيكس راح نتحدث عليها بعد شوية، اللي يسويها الدكتور، فبالنهاية الدكتور هو مو نفسه، جزء يضيف معلومات اضافية، جزء يحذف معلومات، حسب. اكو فلكسيبوليتي بالموضوع، يعني بالنهاية الوزارة تعطي فلكسيبوليتي، بس الوزارة تقول له انه انت لازم تاخذ ميديكال فيزيكس بالسمستر الاول مثلا، بس شلون تاخذ هالمواضيع كذا، بس ذني المواضيع شو تقول بهم بالضبط، الوزارة تخلي له فت جايدلاينز، بس هو بالنهاية ممكن يضيف ممكن يحذف الشغلات اللي هو مسموح له يحذف ويضيف فيها. فهاي النقطة قاعدة تسبب انه كل جامعة تقريبا إلها فت خصوصية معينة بالمنهج، أو أنه إضافة وحذف بين جامعة أخرى. هاي أول نقطة لازم نفهمها. النقطة الثانية أنه إحنا الغاية عندي أنا من هذا الفيديو، أنه اللي رح يشاهده رح يعرف الشي يسوي المفروض حتى يستعد لسنة أولى طب. فإحنا الغاية الأساسية من عنده أول شيء الاستعداد لسنة أولى طب، شنو اللي أسوي. فرح أتحدث عن أشياء عامة راح تكون بكل الجامعات، يعني أي طالب راح ينقبل على أي كلية طب بالعراق راح يستفاد من هذا الكلام اللي أنا قاعد أقوله. وراح يكون أكو ذكر لجامعة الكوفة بشكل خاص، أنه حسب المنهج مالتها شنو هو بالضبط، أو النظام البريطاني مالتها. وأخيرا راح يكون نصائح عامة، هيش مجرد نصائح عامة، أيضا راح تنفع الكل. طيب، ذني ثلاث نقاط، فنبلش بالنقطة الأولى اللي هي الاستعداد للدراسة. أنا حتى أستعد، حتى يعني مثلاً أنا مقبل على المرحلة الجاية، حتى أستعد لها لازم أعرف متطلبات هاي المرحلة الجديدة حتى أستعد لها. فمن البديهي، أول متطلبات من ناحية الدراسة هو اللغة الإنجليزية. أنت كنت تدرس باللغة العربية، كانت موادك باللغة العربية، فتتعامل مع اللغة العربية. وأساسا إحنا نعرف الموضوع شلون كان، حتى أساسا ما كنا نقرأ هواي، حتى يعني نصوص ونفهم منها ونحللها ما كنا نقرأ هواي، ملازم وخلاص. بس بالنسبة للطب لا، تكون المسألة مختلفة. أنت مطالب تفهم، مطالب إنه المادة اللي عندك تفهمها. أوكي، الدكتور ما فهمك إياها، ما أنت شنو شغلك، روح أنت فهم نفسك بهذا المعنى. فحتى أنت تملك هذه القدرة، إن شاء الله من خلال هاي القناة إن شاء الله راح أحاول إنه يعني أوفر لكم أغلب الأشياء اللي تحتاجوها. أوكي، إنه هو أنا وحدي وقاعد أشرح هواي شغلات وحدي وماكو أحد يساعدني أصلاً. وأنتوا تخيلوا مثلاً إنه الجامعة يسويها دكتور واحد، رأيكم راح يلحق؟ راح تكون صعبة. بس إن شاء الله إنه على مدى سنوات على الأقل إنه أقدر أسوي الأشياء الأساسية. طيب، فالقصد هسه هنا عندنا انه انت لازم يكون عندك الامكانية انه لما ما تفهم للدكتور تروح انت تفهم نفسك. فاذا كانت عندك اللغة عائق، فمثلا انا ما اقدر اقرأ مصدر اذا اللغة عندي عائق، لانه المصدر كله انجليزي والكلمات هواية، وابقى اني اترجم كل سطرين ثلاثة، لازم اترجم لفد على الاقل فد خمس ست كلمات، لا، انه هيك شي صعبة. لازم اكو حل. الحل هو شنو؟ نطور لغتك الانجليزية. شلون؟ اكو عبارة عن ثلاث فيديوهات شرحتهن، يعني شرحت بهن انه شلون تطور امكانيتك باللغة الانجليزية وبنفس الوقت بقراءة المصادر والى اخره. راح تكون روابطهن اسفل بالدسكريبشن، كل شي راح تحتاجه راح اذكره بهذا الفيديو اسفل بالدسكريبشن. هاي اول نقطة، مسألة اللغة. وراح اتحدث ايضا بشكل خاص، فيديو راح يكون
يعني بشكل خاص أنتم مثلا عندكم اليوم 9 طبعا راح تشوفون هذا الفيديو 10-9 فأتكون من 10-9 إلى 11 بحدود 50 يوم تقدرون تسوون شيء بهن. وهو مو بس هاي 50 يوم، أنتم عندكم بشكل فعلي اللي راح يروح طب الكوفة مثلا أو حتى أي طب راح يكون بالسمستر الأول الضغط مو قوي عليكم، يعني شوي شوي ستب باي ستب يبدون وياكم، فراح تلاقون وقت حتى تحلون مسألة اللغة. بالنسبة لي أنا أول جامعة دخلت لها كنت سنة أولى بيها هي الجامعة اللبنانية، وأول ما دخلت كانت تماما باللغة الإنجليزية، الدكاترة يحكون تماما باللغة الإنجليزية، ما كنت أسمع أحد يحكي عربي بالجامعة اللبنانية، فإنه كانت ما كانت سهلة، كانت صعبة. بس اللي ساعدني على حل هذه الصعوبة أول نقطة إنه أنا كنت بالسادس علمي، إنه يعني أساسا بلشت من الرابع علمي، استعديت للإعدادية بشكل جيد من ناحية اللغة، كنت معتمد على فطريقة معينة قراءة الكلمات، شرحتها أنا فيديو منفصل، فيديو لحد ما طويل، بس أنه أنتوا ما عندكم شيء عطلة ما بيها شيء لا تحضروا فيديو طويل. طيب فاستفادت من هاي الطريقة، يعني طورت هواي من رحت الجامعة اللبنانية. أوكي كنت ضعيف بالإنجليش أوكي، ولا أزال أكو فت شغلات إنه لازم يعني لازم أهتم بيها من ناحية اللغة، بس إنه على الأقل كان عندي نقول الأساس الصحيح اللي من خلاله أقدر أنطلق. فالحمد لله انطلقت، وكانت صراحة أعتبر نوع من الإبداع والإنجاز صراحة، إنه يعني مثلا إنه أنا كتاب أكون قارئ من عنده بس 3 فصول، وقبل 3 أيام من الامتحان أخلص 11 فصل للبقن، والكتاب هو صراحة أنا ما أعرف فيه، خلي أجيب لكم إياه. إنه أنا قريت وكذا وهاي، لا الفكرة إنه شلون قريت هذا بثلاث أيام. المهم إنه تكونت عندي القدرة على القراءة السريعة، إنه هذا اللي إحنا محتاجين كلية الطب، وهذا اللي راح يسهل لنا هواية وشغلات. تحدثت عن هذا الشيء بفيديو تشوفوا، وهذا الكلام اللي قلته اوكي مو كله قايله، اكو شغلات انا ما قايلها، فمع هذا الكلام ومع الفيديو راح يساعدكم هوايه، واكو بعد فيديو راح انزله خاص بهذا الموضوع لانه محتاج هذا الموضوع بعد شويه حاجه. طيب فخلصنا من هاي النقطه، انه حاسبنا انفسنا، عرفنا شنو اللي نحتاجه، وطلع انه اللغه الشغلات اللي نحتاجها ومتطلبات المرحله الجايه هي اللغه، فنقعد نستعد باللغه ونجهز انفسنا. نقطة أخرى أيضا الذاكرة. هسا أنتوا تسألون إنه إحنا يعني الطب دراسة صعبة وهواي مواد، مثلا الأناتومي واحدة من المواد إنه بي هواي كلمات لازم تحفظها، مصطلحات طبية والطب شيء أوكي مو سهل، نتفق على نقطة إنه هو مو سهل بس مو مستحيل، إنه قبلنا صاروا أطباء وصاروا أساتذة وصاروا يعني عمالقة بالطب، وهم بشر مثلنا مثلهم، فطالما واحد من البشر وصل معناته أن كل البشر عندهم القدرة أن يوصلوا لهذا المعنى. أنا هيك فاهم الموضوع. طيب الذاكرة شلون؟ شوف هو بالممارسة، راح أتحدث عن هذا الموضوع بفيديو منفصل، لأنه إذا تحدثت عن كل موضوع فراح يكون الفيديو كلش طويل، وأنا ما أريد الفيديو يطول، وما أريد الفيديو يكون مواضيع هواية أوكي، فأريد مواضيع أتقل بالشكل يعني حتى يكون الفيديو لما واحد يشاهده يكون إلى معنى، مو إلى كذا يعني أنا أقول سنة أولى طب وأنا متحدث عن هواي شغلات. المهم فرح نتحدث عن الذاكرة ورح نشوفها إن شاء الله بالفيديو منفصل. تنظيم الوقت، تنظيم الوقت شيء جدا مهم، لأنه إذا ما نظمت وقتك رح تحس يومك كلش صغير، وإذا يومك صغر يعني معناته شنو؟ معناته ما رح تلاقي الوقت الكافي حتى تدرس. فأني مرت علي فترة أنه بالجامعة اللبنانية يعني أول ما بلشت يعني أكو بالبداية أول شهر يكون صعب تنظيم الوقت، لأنه أساساً أنا كنت تارك سنة، فمن جيت للدراسة حسيت وكأنه أنا جاي شيء جديد وبلد جديد وجامعة وكنت معداد على إعدادية. المهم فحسيت بالضياع، فحسيت أنه بدون تنظيم الوقت اليوم يقصر، مع تنظيم الوقت اليوم يطول، وانت ابدا 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 لا تنتظر من واحد هو يجي ينظب لك وقتك او يجي يخلي لك جدول، انت خلي الجدول مالتك. انا اقول لك افكار انت يعني فكر بيها،
سواء تريد تطبقها أو ما تريد تطبقها، أنت أخذ الفكرة العامة منها. بس أنه مثلا أني أول ما أرجع من الدوام ما أقرأ، أقعد ألعب أبجي أنام فيلم أي شيء أسويه بس ما أقرأ، لأنه أحس نفسي أنني محتاج شوية راحة. أبلش أقرأ بعد 3 أو 4 ساعات من نهاية الدوام للجامعة، وبعدها أبلش أدرس الآن إلى الليل، يعني 12 بالليل أنام، أقعد الصبح يعني أنام بالوحدة حسب أوكي، مخلي فلكسبولتي شوية بالتصميم اليوم مالتي. بس مثلا أكو شخص دا يقول أني أول ما أرجع سنة أتغدى، يعني خلال ساعة بعد الدوام أنا لازم أكون قاعد أدرس، وأنام الساعة مثلا 9:30 بالليل. كل شخص إلى طبيعته الخاصة وإلى فتشي ناسبة ووجوز ما يناسب غيره، فأنت اللي المفروض تتحكم بهذا الشيء. بس لازم تنظم وقتك، لازم تخلي أوقات ترفيه. طبعا أنا تحدثت عن هذا الشيء قبل بأحد الفيديوهات. مهم، لازم تخلي أوقات ترفيه، لازم تخلي أوقات للدراسة، أوقات صحيحة تكون بيها أنت لما تجي تدرس أنت مريح نفسك، مو نقصان، مو جوعان، مو بظرف شيء ما تريد تدرس اصلا، ما طايق الدراسه، انت اسهست وقت جاي مثلا من الجامعه، انت اوكي ما تعبان ومو جوعان، بس انت بوضع يمكن ما الاساس من الدراسه، ما راح تطلع انتاج الصحيح. انت لازم تخلي نفسك بوضع انه يكون يسمح لي انه تنتج. طيب، دائما اتذكر انه كل شيء عندك هو مرن، اكو مرونه، اوكي، الوقت مرن، الحفظ مرن. لا تعتقد انه المسألة استف كلش، لا، يعني استف كلش يعني شو، يعني مسألة صلبة، لا، المسألة مرنة ممكن التعامل وياها بكل شيء، هاي دائما خليها ببالك. طيب، هسه هاي بالنسبة بشكل عام، فانه احنا نلخص الكلام هذا كله اللي قلته، انه انت لازم تهتم باللغة، اوكي، أو لازم تفكر أنه مسألة تنظيم الوقت شيء جدا مهم. لازم تنظم وقتك بالشيء اللي ينفعك أنت، وجزء اللي ينفع غيرك ما ينفعك أنت، أو جزء اللي ينفعك ما ينفع غيرك، فلازم تتأكد من هذا الشيء. اتذكر أنه لازم تقعد ويا نفسك وتشوف النقصات اللي عندك. مثلا أكو شخص من النقصات اللي عنده أنه هو ما يقدر يقعد يدرس لمدة ساعة متواصلة، بالنسبة إلى ساعة في شيء كارثة، ما يقدر يقعد ساعة متواصلة، فهاي لازم شوي تدرب نفسك عليها. وهكذا، هاي النقاط اللي ملخص كل اللي حكيته لحد الآن. والذاكرة أيضا، لا تخاف من مسألة الذاكرة، تحدث عنها فيديو مفصل، وهي أساس المسألة ممكن حلها، مو مسألة خلاص أنه هذا الشخص هو ذاكرته ضعيفة بما معناته أنه هو خلاص طبيعة ذاكرته ضعيفة. أنا شخصيا ما أؤمن بهذا الشيء، كل إنسان ممكن يحصل على أشياء معينة بقدر ما هو يطمن نفسه. أنا مثلاً كانت ذاكرتي سيئة بعدين تحسنت، يعني سويت فد أشياء معينة، طريقتي غيرت، طريقتي بالدراسة، طريقتي بالتدقيق على الأمور غيرتها، فالذاكرة تحسنت عندي، وقلت راح أتحدث عن هذا الشيء فيديو مفصل. الآن ننتقل إلى نقطة، شنو هي النقطة؟ شرح ندرس بسنة أولى بطب الكوفة فقط. طبعاً إنه ممكن أكو جامعات يكون نفس نظام الكوفة، وممكن جامعة تدرس نفس الشغلات اللي تدرسها الكوفة بالبداية، بس مو كلها. طيب، بالسمستر الأول شوفوا أكو مواد الجامعة، إدارة الجامعة تفرضها على الكلية، أو بمعنى الوزارة تفرضها على الكلية، بدون يعني مثلا أنه هي مو طبية أساسا، مو مواد طبية، مواد تدرسها كل الجامعات، يعني هي مواد جامعة مو مواد كلية، مخصصة بالكلية، مواد جامعة تلاقي أنه هي نفس اللي أنت تدرسها بكلية الطب يدرسوها بكلية التجارة مثلا، ما أدري إحنا عندنا تجارة ولا لا، ما أعرف، المهم صراحة ما أدري شنو الكليات بالضبط كلنا اللي عندنا، بس المهم خلينا نقول بالهندسة. فالمهم عندنا إحنا السمستر الأول راح يكون المواد هاي مال الجامعة، اللي هي العربي، إنجليزي، الحاسوب، والحقوق، ذني الأربعة راح يكون أشياء عامة، يعني العربي أنتوا أكبر من هذا بكثير، لانه راح يكون اقل من مواد السبس بهوايه، فشغلات هيك جنرال عامه ما لها اي معنى، بس هي لازم، يعني كل جامعه لازم، هي عالميه لازم كل جامعه تدرس لغات وتدرس حاسوب وتدرس حقوق، هي اجتي بس. اللغه الانجليزيه ايضا انتم اكثر من هذا بكثير، وما راح يعطوكم اكثر من اللي عندكم بالسادس، بس انه هي شغلات مفروضه.
عندكم الحقوق، الحقوق راح تكون لطيفة. راح طبعا بالنسبة لجامعة الكوفة دكتور أحمد إنسان لطيف، وراح يحدثكم عن الحقوق وكذا والديمقراطية وشي، راح تستمتعون. بالنسبة للحاسوب فما أعتقد أكو أحد عنده مشكلة بهاي النقطة، لأنه الحاسوب في الشيء موجود هواية. بس اللي قاعد أسجل من عنده هو الحاسوب، أوكي قاعد أصور بالموبايل بس قاعد أسجل من الحاسوب، فراح نحتاجه هواي، وأنتو كطلبة الطب راح تحتاجوه، فإنه ضروري تتعلمون لللابتوب طيب أو للحاسوب بشكل عام. فإنه حاولوا اللي عنده مثلا اللي ما يعرف شنو معنات حاسوب، حاولوا شوية تتعرف عليه، هذا شيء مهم. طيب المادة الخامسة اللي هي راح تكون الميديكال فيزيكس، وهي أصعب مواد السمستر الأول. أغلب هسه الطلاب اللي راسبين في السمستر الأول اللي عددهم ما أدري إيش قد عندنا هسه هما بالميديكال فيزيكس راسبين. أوكي، هي الميديكال فيزيكس الصعوبة مالتها وين؟ إنه هي شيء جديد ما معتادين عليه، بس وإلا هي كمادة صعبة لا، أسهل من السادس لو تريد تيجي تأخذها بشكل واقعي، فهي أسهل من السادس. شلون أسهل من السادس؟ لأنه لو تريد مثلا تعربها خليها باللغة العربية فراح تشوفها أسهل، هو موادها ومواضيعها أسهل من السادس، بس لأنه هي باللغة الإنجليزية، ولأنه إنه فتشي طريقة طرح الأسئلة وطريقة يعني سيستم الدراسة وإلى آخره مختلفة. فلهذا السبب يعني هي ربكة، مجرد راح تصير عندكم ربكة راح تحسون إنها هي صعبة، بس هي بالواقع مو صعبة. طبعا الميديكال فيزيكس شرحتها هي عبارة عن 7 محاضرات، انشرحت منها 6 محاضرات. المحاضرة السابعة صراحة ما حبيت أشرحها أبدا، وما حبيتها أساسا وما قريتها، وهنا لأنه هنا أساسا المحاضرات يعني كنت أقرأهن وأشرحهن، يعني ما عندي معلومات سابقة عنهم صراحة. أول مرة أدرس أنا بحياتي كنت الميديكال فيزيكس، وأول ما درستها سويت عنها محاضرات، فكنت صراحة أنه أدرسها وأبحث عنها بالمصادر وأحيانا بالإنترنت، نادرا صراحة بالإنترنت، غالبا يعني أبحث بالمصدر، وموجود كل المحاضرات والمصدر كروابط موجود تلقوه، راح يطلع عندكم اسفل بالديسكريبشن باول فيديو من الميديكال فيزيكس، وراح اراو كمان ان شاء الله الفيديو راح يطلع المهم. فراح يكون عندكم هذا كل اللي تحتاجوه، وراح ادليكم مين تدخلون وشوين تشوفون ذا الميديكال فيزيكس. فهي هاي الميديكال فيزيكس، وهي هاي اصعب ماده. المادة السادسة راح تكون عبارة عن أساسيات الطب. أساسيات الطب شو راح ندرس بيها؟ إثكس، أخلاقيات الطب، وراح ندرس بيها الترمينولوجي. أيضا أكو محاضر عن الترمينولوجي، راح أخلكم الرابط أسفل بالديسكريبشن. ترمينولوجي يعني المصطلحات الطبية، لهذا المعنى فراح أخلي لكم معناها إنه أو رابط عن المصطلحات الطبية راح تلقوه هسه بالفيديو أسفل بالديسكريبشن. هذا بالسمستر الأول. بالسمستر الثاني رح يبلش شيء مختلف. احنا بالسمستر الاول هو من نظام بريطاني ولا له علاقه ببريطانيا، هو عباره عن نظام عراقي. نظام السمستر الاول نظام كورسات، نظام يعني عادي، طبعا ماكو امتحانات فقط بنهايه السمستر بالفاينلز، ما عندنا شيء قبل الفاينلز، كله بالفاينلز، امتحانات الفاينل يعني. ذني اللي راح يكونن هو امتحنون، يعني تدخل صفر مثل امتحان الوزاره تمتحن بيهن وخلاص انتهى، هو هذا، ماكو امتحانات قبله، الجامعة ما طلبك بأي امتحان، فقط بامتحانات الفاينلز، وهذا ينطبق على كل الـ يعني السمسترز كلهن نفس الشيء. طيب هذا نقطة. طبعا السمستر الثاني راح يكون عندنا بعد مواد معينة راح تعرفون إن شاء الله بالمستقبل، هي الميتابوليزم، شارح عنها أني سيشنين، هي 11 سيشن اللي يحب يطلع عليها، لأنه أكو أشخاص يعني هم كانوا ويانا، هما أساساً بالسمستر الأول بعد هم خلصوا كانوا يطلعون على المواد السمستر الثاني، لأنه السمستر الأول قد شيء سهل وما يأخذ من عندهم وقت، فلهذا كانوا يطلعون على مواد السمستر الثاني. أنا ما أنصح هذا الشيء، إذا كنت أنصح بشيء فأنصح بشيء غير مواد السمستر الثاني. أنصح صراحة إنه اللي يشوف إنه عنده وقت، وراح أتحدث عن هذا الشيء بفيديو منفصل عن الميديكال فيزيكس، خاص بالميديكال فيزيكس وخاص أني شقرة حتى أطور لغتي الإنجليزية
راح تكونوا محتاجين لهذا الشيء. فهذا الفيديو راح يكون مجرد انه overview عن اللي راح تدرسوه بالسنة الاولى من الطب والاشياء اللي راح تحتاجوه والاشياء اللي راح اركز عليها مستقبلا بفيديوهات منفصلة. قلت فيديو عن الذاكرة راح يكون فيديو عن الميديكال فيزيكس وهو ايضا راح يضم اللغة وشنو راح ادرس حتى اطور اللغة فالى اخره من هاي الامور. فراح يكون اكو فيديوهات منفصلة. ولكن بالنسبة للسمستر الثاني فانه اللي راح تواجهوه اول شيء الميتابوليزم اللي هو الايض مادة. راح يكون عندنا 6 مواد. المادة الاولى راح تكون عن الميتابوليزم اللي هو الايض بالجسم شلون يصير. التنفس الهوائي والتنفس اللاهوائي اذا تذكروه بالسادس هو هذا اكيد تذكروه قبل شوية امتحنتوا اصلا. فالمهم انه هو هذا اللي راح يكون ولكن بطريقة اكيد شوية اعقد. راح يكون عندنا الام جي دي اللي هي مولكيولز جيناتكس اند ديزيز اللي هي عبارة عن شنو دراسة لتركيب الخلية من الداخل شلون يعني متكونة من بروتينات. راح ندرس البروتينات راح ندرس الدي ان اي وانتم ماخذيه قبل. راح ندرس الدي ان اي راح ندرس ايضا الكربوهيدراتس والى اخره. هاي الامور يعني اللي راح ندرسها المولكيولز. والمولكيولز راح تكون يعني تأثيرها يعني بمعناتها انه ممكن يصير طفرات. تعرفون الطفرات ممكن يصير طفرات ميوتيشنز بالدي ان اي. ذني الميوتيشنز راح يسبب الديزيز فراح ندرس احنا الديزيز اللي تسبب الطفرات من الدي ان اي. وندرس ايضا البروتين بشكل عام. ندرس شغلات معينة سويت لكم عنها فيديوهات راح اكتبها او اخليها جوا اسفل بالدسكريبشن راح تشوفوها كلها وتطلعون على المواد اللي يحب يطلع. وكلها طبعا موجودة محاضرات بي دي اف موجودة بالروابط اسفل الفيديوهات فراح تطلعون على كل شيء انتم تحتاجون. بالنسبة للمادة الثالثة بالسمستر الثاني فراح تكون عن الـ health and disease. مادة سهلة لطيفة ظريفة عبارة عن اغلب يعني رياضيات بها واشياء رياضيات statistics يعني احصاء وبها ايضا شغلات للريسيرش البحث انه شلون نسوي البحث شلون نعرف انه لما اقرا مقالة معينة او بحث معين انه هذا ينفعني ولا ما ينفعني من هاي الناحية. عندنا ايضا المادة الرابعة راح تكون histology يعني الانسجة tissues of the body. درستوها انتو قبل بالفصل الثاني من الاحياء احياء السادس معروف اذا هي بقت نفس ولا تغيرت هذا اللي اتذكره. الموجود به هذا شنو ما راح يكون سهل بالعكس كلش سهل. احنا ندرس ايضا به الامبريولوجي شلون الامبريولوجي والهيستولوجي معروف بس هي هيجي. هاي المادة راح تكون سهلة خفيفة ظريفة لطيفة عبارة عن مادة حفظ مو اكثر بها تفاصيل هواية بس هي مجرد انه المادة شوية كبيرة بس اكثر شيء راح تعانون من الميتابوليزم ومن الام جي دي. انا شخصيا حبيت كلش الميتابوليزم. الكتاب الهاند بوك راح يكون اسفل الديسكريبشن مو اسفل هنا أنا اسفل هناك بالفيديوهات مال الميتابوليزم راح يكون فشي جدا لطيف وحلو. واكو قناة تليجرام شارح بها ايضا بصيغة صوتيات 4 سيشنات من الميتابوليزم للي يحب يقرأ ايضا شيء لطيف. الهاند بوك قلت انه شيء لطيف وظريف. بالنسبة للام جي دي انا حبيتها بس اكو طلاب ما حبوها يعني انه بيها في التفاصيل معينة. صراحة انا احب اقرأ بالمصدر بالهاند بوك. الهاند بوك شيء مثل المصدر الفكرة تكمل افضل. المشكلة بالام جي دي انه محاضرات هذا اشياء انه احيانا المحاضرة تكون مو شيء لطيف فانه بهذا المعنى. طيب هذا بالنسبة للمادة الرابعة. المادة الخامسة راح تكون CBS. من راح تروحون راح تعرفون شنو هي CBS. هي عبارة عن انه مثلا المرض انه انا اريد احلل المرض اريد ادرس المرض شلون اتعلم شلون ادرس المرض بطريقة كلينيكال. اوكي كلينيكال شنو يعني بطريقة عملية انه عملية يعني الشيء يوجهنا عملي. طبعا ما راح نروح ما عندنا مختبرات ولا عندنا اي شيء بالسمستر الثاني. هاي دوب الهيستولوجي راح يجيبونا مجهر يخلوا بالسمول جروب. السمول جروب شنو هو عبارة عن غرفة راح نجتمع بيها راح تجتمعون عدد من الطلاب وراح تتناقشون. كل 8 طلاب راح يتناقشون سوية ويكون اكو اسئلة يحلوها سوية. طيب السمستر الثاني شنو بقى من عنده؟ همتين عندنا اخلاقيات الطب اساسيات شغلات اساسية اثكس وكذا نفس ما موجود بالسمستر الاول ولكن طريقة شوية اطور وراح تستفادوا من عندها كلش. وراح يكون اكو كلينيكال اشياء كلينيكال ما راح اروح للمستشفى يعني ولكن راح يكون اكو امتحان الاوسكي بالنهاية. امتحان الاوسكي شنو هو؟ مثلا تتعلمون شلون تقيسون ضغط تتعلمون شلون بس ما راح تدخلوا مختبرات وكذا هو نفسه بس مال جروب.
راح تعلمون شلون تقيسون الضغط وشلون تقيسون البلس. البلس يعني النبض، نبض القلب، الريت، الكذا، التنفس، شلون تقيسون هاي الامور، شلون تقيسون الحراره والى اخره من هاي الامور راح تمتحنون بها بعدين بالنهايه، شلون تحجون ويا البيشنت، كوميونيكيشن سكيلز ايضا. واكو برنامج البي بي دي، هذا برنامج سنوي. برنامج البي بي دي شنو هو؟ ايضا الكوميونيكيشن سكيلز، انتم شلون تتواصلون مع بعضكم، شلون تتواصلون مع المجتمع، شلون تبنون شخصيتكم كشخصيه طبيب بهذا المعنى. فهيك شغلات كوميونيكيشن سكيلز يعني مهارات التواصل الاجتماعي هيك شيء. طيب هاي انتهت عندي هسه شنو اللي راح ندرسه، كملته الفقره الثانيه. تعلمنا فقط انه شنو المواد اللي راح ندرسها وشلون نحصل عليها كفيديوهات موجوده على هاي القناه اللي هي Studies Alive. بهذا المعنى تعلمنا ايضا بالنقطه الاولى شلون استعد لسنه اولى طب، وراح نتحدث بعد اكثر عن هذا الشيء. الفقرة الثالثة راح تكون نصائح عامة، نصائح بشكل عام. بشكل عام يعني لازم تخلون، طبعا اكو فيديو خليته هو حلمك كلية الطب، انا على ما اعتقد هسه التقديم المركزي انفتح، وهذا الفيديو نزلته صار تقريبا 4 أو 5 أيام. خليكم ايضا رابط اسفل الديسكريبشن ضروري او لطيف انه تحضروا شاهدوا. يعني الفيديو يتحدث عن الاختصاص الطب وشنو بالضبط وشنو فكرتي انا والفكرة هو اساسا الطب شنو هو. وبهذا المعنى ايضا لطيفة حضوره. ولكن اللي اريد اقوله بهاي الفقرة انه شوف انت من دخلت كلية الطب يعني بما معناته انت قاعد تقول لنفسك انه انا راح ابقى ادرس الى ما تبقى من حياتي. بهذا المعنى ما راح تتوقف عندك الدراسة، راح تكون الدراسة شيء أساسي. ما حد راح يقول لك ادرس، ما حد بالجامعة من الدكاترة أوكي يمكن يقولوا لك ادرس بس إنه ما عندك امتحان خلي قصف ما عليك تدرس، امتحان بس بالفاينلز. يعني أنت عمليا راح تمتحن بالسنة فترتين بس، فترتين راح تواجه ستريس مال الامتحان بس. فما عندك شيء يقول لك اقرأ 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 غير أنت نفسك، أنت نفسك اللي راح مفروض تقول لنفسك اقرأ. ماكو واحد راح يجبرك، أنت لازم تجبر نفسك. لازم تتعلم شلون تجبر نفسك. احنا مو بالمدرسة، خلص صار المسألة independent يعني انت استقلالية، الاندبندنسي الاستقلالية. فانت المفروض تكون تفهم شنو معنى الاستقلال، تفهم شلون انت تدير يومك، تدير حياتك الدراسية. المفروض انت تدرس بعد خلص انت تعتمد على نفسك، مو مسألة ان هاي ما فهمتها لان الدكتور ما فهمني اياها. الدكتور ما راح يجي يمتحن بدالك، وبين قوسين انه يمكن كل الدكاترة مهتمين انه انت لازم كل شيء تفهم من عندهم. حتى وان اهتموا بالنهاية انت مطلوب منك انت تفهم نفسك. بهذا المعنى فانه تنتظر من الدكتور كل شيء هو spoon feeding، يعني لازم تكياها مثل ما هي، مثل السادس انه يجون يحلوا لك الامثلة الموجودة بالكتاب، لا ماكو هيج شيء. معلومات انت لازم تبحث عنها بنقاط معينة، وانت لازم تراقب نفسك، انت لازم تعرف الدرس نفسك. وهذا الشيء راح تتعلم ان شاء الله بمرور الزمن شوية شوية. اذا ظلت ويا هاي القناة واستمرت راح تتعلم هذا الشيء ان شاء الله، I promise، يعني انا وعدك. نقطة الاخرى، انت تخرجت من المدرسة، المدرسة نظام مغلق، الجامعة نظام مفتوح. شنو معناته؟ يعني يسمح بتبادل المادة والطاقة. المادة والطاقة شنو هي بالضبط؟ يعني كنت متعلم انه بالمدرسة انت تاخذ المعلومة من الاستاذ بس، لا هسه لازم تتعلم تاخذها من الطالب ومن الاستاذ، لان يعني يمكن الطالب يفهمك الاستاذ ما يفهمك ببساطة. ليش؟ قاعد تدخلون الجامعة وتشوفون ليش ان شاء الله. طيب هاي نقطة. النقطة الثانية، النظام المفتوح ايضا راح يخليك بشنو؟ اكو بنات واكو شباب، واكيد اكيد راح نواجه مثل ما واجهناها بالسنة الاولى، بصراحة حاولنا نحلها، انحلت او انحلت، كانت اكو مساهمات نفعت بعض الشخصيات خلينا نقول او بعض الاشخاص. اللي هي شنو؟ هاي الفروقات مال بنية وولد شوي نزيلها، لانه احنا مضطرين نتناقش. السمول جروب هو عبارة عن انه انا راح اقعد وقبال بنية راح نتناقش سوية، اوكي؟ فلازم انه هاي مسألة الخجل ومسألة الكذا شوي تزيلوها
شوية. أوكي هو لازم يبقى حدود، بس إنه لا تكون الحدود للدرجة اللي تأثر عليك أنت بحيث تقعدين وأنت ساكتة وما تتناقشين. ما راح تتعلمين إذا ما تناقشتي، وما راح تنفعين غيرك إذا ما تناقشتي، هي راح يكون تبادل. أوكي طيب. أيضا الشاب إنه المفروض ما تكون هيك إنسان خجول، شوية يكون دبلوماسي. هي إذا يعني لازم هي تجي من الشاب، إنه الشاب شوية يكون دبلوماسي، البنية شوية تطي مجال بدافع الأخوة والزمالة والصداقة، فتصير عادية. أوكي لا تحبكوها ماشي. طيب هاي النقطة. النقطة الأخيرة واللي هي راح أختم بيها، أنا صراحة بقى شوية أريد أروح للجيم وتأخرت صراحة. هذا الفيديو هاي ثاني مرة أسجله، قاعد تلاحظون إني قاعد أحكي سريع لأن ثاني مرة سجلته، أول مرة شفت نفسي حكيته هوي فقلت إنه أقل من الكلام اللي قلته أحسن. طيب القصة اللي أريد أقولها، مرة كنت بلبنان بجامعة بيروت، طبعا جامعة بيروت دوامت بيها سنة أولى. طب أول امتحان إنه طبعا طلعت بيه 17 من 20، هو كان امتحان سهل يعني مو لأنه أنا شاطر، لا بعد هذا الامتحان مر علي بالسمستر الثاني ولا امتحان نجحت فيه، لأن الكوزات يجي يكون امتحان من 20 ولا واحد نجحت فيه، بس ما أدري شلون نجحت بعدين بالفاينلز ب 25 من 40، وأساسا كان عندي يعني امتحان الكلينيك كمان كنت زي من الكلينيكال جنت. فالمهم فالصار شنو، اكو طالبة كانت جايبة 12 من 20 يعني 60 يعني ناجحة. اوكي حسب نظام الجامعة هو 60 ينجح. طيب هاي الطالبة ايش قالت؟ قالت انا راح اغير الميجر. شنو معناتها يعني راح تغير الميجر؟ يعني معناتها راح تترك كلية الطب تروح تداوم غير كلية. ليش؟ لانه هي تحس نفسها مو مؤهلة او ما تقدر تكمل ويا الطب، لانه هي اذا من اول امتحان جابت 12 من 20 فمعناتها انه هي خلاص ما نافعه بالطب. It's wrong. ماكو هيجي شيء. فاني هي من قالت راح اغير الميجر صراحه انا لا اراديا بوقت لها، لان كانت توقف تقريبا شويه بصفي، فهي بوقت لها انه شنو غير الميجر بعد احنا سوينا. فهذا الدبريشن اللي يصير عند الطلاب لما يدخلون كليه الطب ويشوفوها انه هي صعبه، يشوفون انه شايف من واحد ينحت بالصخر انه يريد يكتب له كلمه بالصخر والمساله كلش صعبه، هي ممكن تكون على بعض الطلاب مو على الكل، بس شوي شوي ستيب باي ستيب صدقني ما راح تحس انه انت فاشل. اذا حسيتها بالبدايه فما راح تحسها بعدين، وشوي شوي الطريق اللي ما بيه عقد يعني الطريق بيه غلط، لازم اكو عقد. سوري ما ينفع انه ما اكو عقد، لازم اكو شويه عقد، لازم اخليك تشعقد مطبات يا اخي مطبات، لازم شايف لك طريق ما بمطبات ماكو. فلازم شوي يكون اكو مطبات. هاي المطبات راح تعلمك شغلات لما انت تجي بالميديكال فيزيكس وقاعد تقرا ما قاعد تستوعب، فمعناته انه عندك مشكله باللغه الانجليزيه لان هي موجوده باللغه الانجليزيه. اوكي فيعني معناته هذا المطب لازم تحله، لازم تروح تدرس اللغة الإنجليزية وتخليك دائما هادئ. أنا بالكلية يعرفوني بارد، أوكي وبالبيت هم يعرفوني بارد، شخص بارد. ليش بارد؟ لأنه من تواجهني مشكلة أنظر لها وأحلها، وأنا إذا ظليت أعصب وكذا وعيط ما راح تنحل المشكلة. أهدأ شوية، كون ريلاكس وحل المسألة. حل اللغة الإنجليزية عندي مشكلة فيها، أوكي حل ببساطة، خليك هيك. اوكي خليك هيك، دائما استخدم العقل، مو تستخدم انه اني ما نافع بالطب، اني السنه الجايه لازم اعدل الترشيح او كذا. لا مو هيك، ما هي اذا صارت هيك صدقني ما راح تستمر باي كليه. الصيدله على فكره اصعب من عندنا، درس موادها ما اصعب من عندنا، بس احنا المساله كلينيكال يعني راح تكون شوي صعبه. فالمهم فانه شوي ستيب باي ستيب راح تمشي الامور، راح تصير سالكه. اوكي عادي تعدي لك بكم مطب، عادي تطلع دور ثاني. مسألة الدور الثاني انه انا طالع دور ثاني كلية الطب هاي شغلة عادي، ما حد رح يلومك عليها، ما حد رح يقول انت انسان فاشل. اللي رح يقولوا له انسان فاشل هو اللي يطلع من اول سنة اول 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 ويخلص من سنة ساسة، يروح للمستشفى ويروح يعيش حياته المهنية بطريقة غلط، او انه ما يكون ناجح بعدين، هذا اللي يقولون عنه فاشل. أما اللي يوقع يكون بأول سنة بأول سمستر يكون دور ثاني،
مو ضروري يكون يقولون عليه فاشل، لأنه أنت ما داخل كلية فنية، يعني كلية فنون جميلة، أنت داخل كلية طب. أوكي، فخليك متفائل، بي أوبتيمستيك. فإن شاء الله طبعا. وآخر نقطة هي المفروض أقولها أول نقطة، أهلا وسهلا بكم للي راح ينقبلون طلاب طب الكوفة، اللي راح ينقبلون طب الكوفة أهلا وسهلا بكم. هاي شغلة آخر شيء هو المفروض والله أول شيء أقولها، بس أوكي يلا. أنا عبد الرحمن، ما أعرف إذا عرفتوا اسمي خلال قناة ولا لا، ما أدري، بس أنا عبد الرحمن، وراح أكون بخدمتكم بمساعدتكم أي شيء تحتاجون. تليجرام موجود، قناة تليجرام خليها أسفل، وبيها المعرفة تليجرام، تدخلون على الديسكريبشن مال القناة راح تلقون المعرف مالتي، تقدرون تتواصلون وياي وتقدرون تسألوني أي شيء تحتاجوه، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم. نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر.